هو مع الاسف انه جبور غادي يسافر يوم الغد باش يدفن الام ديالو. النقاش تلقى البطاقه الصفراء الثانيه. يونس بن الخضر عنده واحد الاصابه بسيطه يعني في الكحيل ديالو، يمكن تطلب ليه 3 ايام 4 ايام. هادو تقريبا هو 3 عناصر اللي غايبه. طبعا الفريق تيشهد العوده ديال بن شرقي، العوده ديال اسماعيل الحداد اللي كانوا غائبين تقريبا 10 ايام الاخيره، لكن دربوا تقريبا الاسبوع تدريبات اللي هي عاديه. ايضا مرتضى فال رجع وشارك في اخر مباراه امام الفتح بعد الغياب تقريبا ديال 23 يوم. طبعا هاد العناصر كلها ان شاء الله تكون مواجده، ممكن تبدا المقابله، ممكن نستعنوا بهم في التغييرات ديالنا، ولكن على الاقل انه الفريق والتشكيله ديال الفريق لا باس بها في جميع الخطوط.